السيدات والسادة ضيوف حفلنا الكرام. يحتفل اليوم قطاع شؤون الإنتاج الثقافي بالعيد الثاني لحفر قناة السويس الجديدة. هذا المشروع القومي الذي بث الأمل في نفوس أبناء مصر وجعلهم يتطلعون لمستقبل زاهر ملؤه النجاح والتقدم. السيد الممثل الخليج مهاب منيش الذي لم يتمكن من الحضور الينا لشانه، الزميلات والزملاء، الجمهور الكريم، نحن اليوم في لحظه مبهجه اذ نحتفل بالذكرى الثانيه لافتتاح قناه السويس الجديده. والواقع ان المصريين كانوا دائما نموذجا للعطاء ونموذجا للانجاز ونموذجا للفعل. أيها السادة، يمر الرحل النيل بعدة بلدان، لكنه في مصر وفي مصر فقط تحول إلى حضارة وتحول إلى جنة وخضرة ومدن عظيمة بفضل المصريين وبإنجازهم. وقناة السويس الجديدة ليست مشروعا قوميا فقط، بل هي تغيير لا يمحى. فكيف يمحى خط جديد أضيف إلى خارطة الوطن؟ لن يترك الغناء رجال مصر المخلصين منذ حفروها ليربطوا العالم أجمع. فلقد أرخ الغناء مواويل البسطاء أثناء الحفر في لحظات تأميم القناة ولحظات إعادة فتحها، وصولا إلى لحظتنا التاريخية التي تستحق استلهاما إبداعيا لائقا. ومصر الحضارة تستحق ما هو أكثر. وكما تمكنت مصر من شق قناة جديدة، فقد حرصنا في قطاع الإنتاج الثقافي على فتح قناة جديدة لمبدعين الشباب من مؤلفين وملحنين وموزعين ومطربين، من خلال مسابقة نسعد بالإعلان عنها اليوم. مسابقة في الغناء المصري لنبحث سويا عن أغنية وطنية جديدة تحت اسم أنا المصري. وهي مسابقة نأمل أن نرسم في إصراء الساحة الفنية والثقافية بالأغنية الوطنية الصادقة. كل الشكر والإعزاز للسيد الأستاذ وزير الثقافة على دعم هذه المبادرة الهامة، والتحية لحضوركم الكريم. كما نتوجه بالشكر والتقدير لكل من السادة الزملاء ورؤساء القطاعات والهيئات بوزارة الثقافة الذين ساهموا وشاركونا في إنجاز هذا الحفل الكريم، وعلى كل ما بذلوه من جهد مشهور ورائع وعمل جاد في شتى المجالات الثقافية. وكل الشكر أيضا لكبار نجومنا من الشعراء والملحنين والمطربين الذين وهبوا مصر فنهم والذين نشرف بهم في لجنة تحكيم هذا العام. أما التقدير فهو لمن صنعوا منجزات تستحق التغني بأمجادها.